عشرات الآلاف من المتظاهرين يهتفون ضد الرئيس محمد مرسي ويطالبون باستقالته في الذكرى الأولى لتوليه المنصب حاملين بطاقات حمراء. أنا أحب أوجه رسالة لمرسي أن هو النهاردة آخر يوم لي في الحكم، وسقطت شرعيته وسقط في عيون الشعب، وأحب أقول له تنحى يا مرسي قبل ما مصيرك هيكون نفس مصير مبارك. كما تجمع أنصار مرسي في محيط مسجد رابعة العدوية للاحتفال بمرور سنة على توليه المنصب، وقد أكدوا على حق المتظاهرين المعارضين في التظاهر وأداؤه في العام الماضي إذا كان لم يرتقي لمستوى طموح الشارع فلهم الاحتراض أو التظاهر السلمي بدون تخريب بدون تدمير. إلا أن معارضي مرسي لم يكتفوا بالتظاهر، بل جمعوا 22 مليون توقيع مطالبين باستقالته وتنظيم انتخابات مبكرة. احنا موضوع بس ان احنا هم خلاص، احنا النهارده لو يعني لو الناس استسلمت بسهولة النهارده خلاص كده يبقى كله هيرجع بيته وخلاص مفيش اي حاجة كأنها حصلت، واحنا مينفعش نسيب بلدنا تضيع مننا يعني. ويخشى المتظاهرون في ميدان التحرير من محاولة الأسلمة المتزايدة في مصر التي تقوم بها حركة الإخوان المسلمين.